ينضم إلينا الآن هاتفيا سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. يعني كما نتابع الآن هذه القمة تحظى بكثير من الزخم سواء كان من الجانب المصري وأيضا من الجانب الأمريكي. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات قوية ومنذ سنوات طويلة، والجانب العسكري والأمني والتعاون المصري الأمريكي في هذا المجال يحرص عليه الطرفان كلاهما وليس طرف واحد. كيف تصف العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية؟ الحقيقة يعني واضح من حتى الاستقبال والكلمات التي تم تبادلها في هذا الاستقبال، حرارة وقوة هذه العلاقات والتي أبداها كلا الرئيسين في الكلمتين المتبادلتين، والتي أكد فيها أن تلك العلاقات الآن هي علاقات استراتيجية قوية، وأن هذه الفترة بالذات هي من أقوى الفترات التي تمر بها هذه العلاقات. وأثنى فيها حتى الرئيس السيسي على الدعم الواضح من السيد الرئيس ترامب في وجوده في خلال هذه الفترة، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في أن تقصير هذه العلاقات بهذه القوة وبهذه البطاطا. نعم، بالعودة إلى الجزء الخاص بالعلاقات العسكرية المصرية الأمريكية والتي تحظى أيضا بأهمية كبرى من الطرفين. العلاقات العسكرية طبعا موجودة ومستمرة من خلال تبادل العلاقات، خاصة في مجالات التأمين المختلفة وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة الغير شرعية في اتجاه أوروبا وغيرها، وخاصة في مجال التسليح أيضا. وكل هذا مستمر ويتسير ومتوازي مع بعضه بعض، وفي أحسن وفي أوج الاتجاهات الرئيسية والتي تصب في صالح كلا الطرفين، سواء بالنسبة للقوات الأمريكية أو القوات المسلحة المصرية. وكان بيصدق هذا اللقاء حتى كان لقاء بين الرئيس السيسي وقائد القيادة المركزية الأمريكية. حتى من حديث سيادة اللواء من حديث ترامب منذ قليل وإشارته في المؤتمر الصحفي في إجابة على أحد الأسئلة إلى ملف المهاجرين واللاجئين ومسألة حرصه على إغلاق الحدود وتأمين الحدود وعدم السماح لأي عنصر مشتبه به بأن يدخل ويرتكب جرائم وأفعال عنف وأفعال أعمال غير شرعية، يبدو من حديث ترامب أن هذه الإدارة الأمريكية تعي ربما أكثر من غيرها تكاليف الأمن، وربما هذه النقطة أيضا واحدة من أهم النقاط التي تركز عليها الإدارة المصرية فيما يتعلق بالطرح الخاص بملف مكافحة الإرهاب. إلى أي مدى وجود توافق بين الطرفين في هذا المجال يمكن أن يعزز الوصول إلى حلول فيما يتعلق باستراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب؟ بالنسبة لمكافحة الإرهاب، وهنا أنت حضرتك بدأت بموضوع الهجرة الغير شرعية وتهريب المخدرات، وهو كما تعاني منه المنطقة هنا الآن في اللي احنا في منطقة الشرق الأوسط وخاصة حول مصر، وما تقوم به من جهود ضخمة وواضحة لدرجة أن أصبحت الهجرة من خلال جمهورية مصر العربية وفي اتجاه أي اتجاه من اتجاهات دول الغرب وخاصة اتجاه أوروبا تصل إلى درجة الصفر الآن. صحيح. وده نجاح شديد وقوي جدا تقوم به القوات المسلحة المصرية ورجال حرس الحدود ورجال الشرطة في مصر والأمن وجميع القائمين على هذا الأمر، لأن برضو في القبض على المراكب التي تقوم بتهريب المخدرات، وانت حضرتك شفت الفترة اللي فاتت كمية الأطنان من المخدرات. صحيح. التي تم ضبطها هي والحبوب والمخلقات الجديدة وهي كلها أنواع جديدة يمكن أن تدخل إلى الأسواق ليس في مصر فقط، لكن يمكن أن تكون هذه السفن ممكن تكون عابرة للحدود من خلال الممرات المائية الهامة وما قناة السويس والبحر المتوسط في اتجاه أوروبا والغرب بصفة عامة. نفس المشكلة كان بتعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن هو كان بمركز عليها خاصة في اتجاه المكسيك وما بيتم من إجراءات لتأمين وضبط هذه الحدود ومواجهة مثل أعمال هذه التهريب، سواء كانت هجرة غير شرعية أو تهريب مخدرات. ويمكن هو رمى هذا الكلام على قوانين سابقة للرؤساء السابقين الإدارة الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة.
صحيح. ويعني الملف معالجة أو قدرة مصر ونجاح مصر على معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وكون مصر دولة معبر وأيضا دولة مصدر للاجئين يعني لأسباب كثيرة خصوصا في الأماكن الفقيرة في مصر، نجحت مصر من خلال برامج تنمية، ده بالإضافة طبعا إلى الجانب الأمني ومسألة تأمين الحدود والمعابر الرئيسية، نجحت مصر من خلال جهود التنمية في أن تجد وظائف، في أن تجد حياة أفضل، في أن ترتفع بمستوى المعيشة خصوصا في الأماكن الفقيرة، وده أدى إلى يعني أنه في محافظات بأكملها كانت من أكثر المحافظات المصدرة للمهاجرين لم تعد كذلك. أعتقد أن دي واحدة من الطروحات التي كمان ستجد مكان في هذه القمة، وقد تجد اهتمام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبدو أنه هو يعني يبحث باستماتة عن أي حل لمسألة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. ده كلام حضرتك مؤكد، وإحنا بنطلق عليه اللي هو الأمن الشامل. الأمن الشامل ليس، والأمن هو سلعة مكلفة. الأمن ليس فقط أن أنا أضبط الحدود أو أضبط الأمن بقوات مسلحة أو بعناصر شرطة اللي إحنا بنقولها العناصر أو قوات على عناصر الصمت، ليس فقط كذلك، ولكن الأمن الشامل يدخل في إطاره وجزء هام منه جدا أعمال التنمية التي يمكن أن تتم والتي ترتفع بمستوى المعيشة، والتي بتقنع الفرد الموجود في المجتمعات الفقيرة بالبقاء والعمل والإنتاج وبذلك دفع التنمية للأمام بما يعود عليه بالنفع وبما يعود على الدولة بعائد اقتصادي بينقلها إلى خطوات أو يرتقي بها درجات إلى أعلى في مجال الاقتصاد، وده واضح جدا عندنا الآن في جمهورية مصر العربية، وده أحد الأشياء الرئيسية الحقيقة التي ممكن أن تكون يعني كركائز رئيسية لتنمية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية. وأعتقد أنه في الإطار ده يعني واضح تماما أنه مصر ستدفع باتجاه يعني الاقتراح أو المطالبة بأن تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة جهود التنمية، سواء كان في مصر أو في الدول الإفريقية وفي الأماكن التي تكون أكثر الأماكن المصدرة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، فتجنب نفسها قدوم ووفود أعداد كبيرة جدا منهم. يعني إلى أي مدى الإدارة الأمريكية مستعدة لتبني طرح من هذا النوع؟ الحقيقة هي فرصة طيبة جدا لأن تدعم وتساعد الإدارة الأمريكية القيادة المصرية في ظل هذا التوقيت بالذات، وخاصة أن مصر زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي وقلتي أن المشكلة ممكن تكون من دول أخرى، من دول جوار مباشر أو جوار غير مباشر، لأنها بتدعم رئيس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي والموجود حاليا في هذا اللقاء، فيمكن من خلال هذا اللقاء والمكانة التي يتبوأها لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة رئيسة للاتحاد الأفريقي أن تكون هذه النقطة أحد النقاط الهامة جدا للدفع في هذا الاتجاه، سواء في مجال التنمية أو في مجال الأمن الشامل بما يضمنه بما يشمله من مفهوم واضح يشمل جميع ما حضرتك تفضلتي بعرضتي، سواء كان في مجال التنمية، سواء كان في مجال التعليم، سواء كان في مجال الثقافة وهكذا في جميع المجالات وفي كافة الاتجاه. جميل. خلينا بقى ننتقل إلى ملف آخر أيضا متعلق بملف الأمن وهو شديد الأهمية، وهو مكافحة الإرهاب، وربما حتى تزامنا وهي مصادفة منطقية يعني وملفتة، وإنه في الوقت الذي وصل فيه أو في نفس اليوم اللي وصل فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سالما إلى واشنطن، كان نفس اليوم اللي أعلنت فيه واشنطن بأنها تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهو كان سابقا يعني وضعت عدد كبير من المنتمين للحرس الثوري الإيراني على المنظمات الإرهابية لكنها صنفتها بشكل صريح. هل يمكن اعتبار أنه يعني دي بادرة أمل في أنه في جدية من جانب الإدارة الأمريكية في مسألة الوقوف بحزم والتعامل بحزم مع كل من يمكن تصنيفه منظمة إرهابية، وربما فيما بعد يكون في تصنيف لجماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية؟ احنا برضو مش عايزين ناخد نكون متفائلين يعني في اتجاه يعني بدرجة عالية جدا، ولكن دائما أن نكون تفاؤلنا حزم، ولكن هي خطوة في هذا الاتجاه، ولا بد أن نضع في اعتبارنا شيئا هام جدا أن جميع هذه العناصر الإرهابية وخاصة العناصر الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية الموجودة الآن هم سيسعون حتى إلى إحداث أي أعمال إرهابية في هذه الفترة للفت الأنظار
لأنهم موجودون، وأن هناك ليس استقرار وليس هناك أمن في أي دولة من دول المنطقة. ولكن كافة هذه الإجراءات من ضمنها الإجراءات التي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه الحرس الثوري بيصب في هذا الاتجاه، وبيؤكد وجهة نظر القيادة المصرية السياسية المصرية والتي تبنتها من خلال المؤتمرات اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كان في ميونخ أو اللي حضر في شرم الشيخ وما تلاه وما سبقه، أن مصر لها وجهة نظر ثابتة وأنها تتبنى مكافحة الإرهاب، وخاصة بالنسبة للجماعات والتنظيمات الإرهابية ليست في مصر فقط ولكن في المنطقة العربية بل وشمال في أفريقيا وفي جنوب الصحراء، واحتمالات انتقال هذه العمليات والأعمال الإرهابية إلى دول أخرى داخل قارة أفريقيا، بما يؤثر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول ومنهم مصر ودول عربية. وطبعا احنا بنتكلم عن بذكر مصطلح المصالح، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الإدارة تحديدا هي إدارة دائما ما بتراعي مسألة المصالح الأمريكية، ويمكن ده حتى كان محور الدعاية الانتخابية الخاصة بالرئيس ترامب، واللي حتى بعض بيقول إن هي دي اللي أوصلته إلى سدة الحكم بأنه يركز فقط على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وهي مصلحة مباشرة كما ذكرت سيادة اللواء. لكن خليه بقى أتكلم عن الرؤية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب. يعني مصر كان ليها عدد كبير من الانتصارات إنجاز وصفها بذلك، من ضمنها انه قدرت الخارجيه المصريه انها تستصدر موافقه من مجلس الامن الدولي بان يكون الحق في الحياه واحد من ضمن حقوق الانسان التي يعني المعترف بها، وعلى اساسها بيتم استصدار بقى عدد كبير من القرارات والتشريعات الدوليه المعمول بها. ومن هذا المنطلق مصر بلورت رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب. كيف يمكن أن تساعد الولايات المتحدة مصر على تحقيق هذه الرؤية والوصول بها إلى محل التطبيق؟ حضرتك شاهد الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب واضحة من البداية، بأن نواجه الدول التي تدعم الإرهاب والدول الحاضنة للإرهاب والدول الحاضنة للعناصر الإرهابية التي تتواجد على أرضها وتقوم بالبث والاستخدام الإعلامي ضد الدول التي تسعى للاستقرار والتنمية زي مصر، وما تواجهه من مخاطر وتهديدات من هذه الدول وتحديات شديدة جدا مدعومة من سيادة اللواء. هل أنت معنا؟ سيادة اللواء محمد زكي هل تسمعني؟ طيب فقدنا الاتصال باللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، نشكره على كل حال وربما نعاود الاتصال به مرة أخرى.